تتزاحم هذه الفيلة للحصول على فطورها في مركز أودا ولاوي المؤقت الذي تعيش فيه في سريلانكا. الكثير منها جاءت إلى هنا على شفير الموت بعد أن قتلت أمهاتها في حوادث متفرقة، وهي وصلت مصابة وتعاني نقصا في التغذية، لكن الأطباء البيطريين يقولون أن الصدمة النفسية التي تعانيها نتيجة فقدان أسرها تبقى الأصعب للعلاج. علينا أن نشعرها بأننا نهتم بها ونحبها، ولنصل إلى هذا الهدف علينا أن نعتاد عليها ونتقرب منها. منذ 15 عاماً يهتم هذا المأوى بالفيلة التي تيتمت نتيجة النزاعات بين الإنسان والحيوان في سريلانكا، ويعتبر هذا المكان ملاذاً للفيلة الآسيوية التي انخفض عددها أكثر من النصف خلال القرن الماضي. ومع انخفاض عدد الفيلة إلى 4000 فقط في سريلانكا، يأمل الطاقم العامل في هذا المأوى برفع مستوى الوعي لدى الناس تجاه الفيلة. علينا أن نثقف الناس، لأنه في بعض المناطق الناس يتعرضون للهجوم لكونهم في داخل مناطق تابعة للفيلة، وأعتقد أن مبادرات كهذه ستشجع الناس على الاعتناء بالفيلة. آلاف الزوار يأتون إلى هنا سنويا، وحتى أن بعضهم يتبنى فيلا مقابل 125 دولارا أمريكيا في الشهر. وعندما تكبر هذه الفيلة وتصبح قوية كفاية يطلق سراحها وتنتقل إلى حديقة الحيوانات العامة. وبالنسبة للأطفال، مراقبة هذه الفيلة تجربة غنية. إنه برنامج تثقيفي مهم، ومن الجيد لهم مراقبة كيفية الاعتناء بالفيلة وإطلاقها بعد ذلك في البرية. ناشطو البيئة يأملون أن يساعد هذا البرنامج في التخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها الفيلة في سريلانكا، ولكن مع تقلص عدد الغابات يخشون ازدياد عدد الفيلة اليتيمة في الأدغال.